السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله سنشرح لكم واحد الموضوع مهم، هو أنه كاين بعض الناس، بزاف الناس تيسولوني أين كارطة نخدم بها في المغرب في الإيكوميرس في التريدينغ في هذه في هذه في هذه في هذه. والصراحة هذه الحلقة هذه كنت يعني خاصني نديرها شحال هذه ماشي حتى دابا، ولكن كيف ما تنقولوا في مازال خير الفاء ماشي مشكل. قبل ما نشرح لكم ان شاء الله هاد البطاقه هذه والمميزات ديالها وكيفاش يعني تشدها وفوقاش غتخرج لك، خلي واحد لايك زوينه وخلي واحد سبسكرايب حتى هي باش توصل ان شاء الله هناك. راه كاين الحلقات واعرين جايين ان شاء الله في الطريق على اي حاجه كتخصك في حياتك، سواء الربح سواء كيفاش دير الايكوميرس، بزاف الحلقات ان شاء الله. خلينا واحد جيم وخلينا سبسكرايب باش تشوف الحلقه الجايه ان شاء الله. نبقاو في الموضوع ديالنا، قلت لكم كاينه بطاقه بنكيه زوينه بزاف اللي هي جولد كارت جولد ديال دانسر. فوالا هاد لاكارت هادي صراحه نقدر نصنفها ما بين احسن لاكارت في العالم كاينين، وهادشي بدون مبالغه. علاش؟ انا تنتعامل مع بنك بي ام سي او من مده، ولكن هاد لاكارت هادي هي اللي درتها واحد 3 سنين والمزايا ديالها بزاف. شنو هي؟ اول حاجه انك ممكن تشري بها يعني تخدم بها في المواقع ديال التريدينغ. راه كاين مشكل دابا في المغرب نايض، هو انه الناس باغيين يخدموا في التريدينغ، ولكن بعض البطاقات اللي كيخرجوا لهم ما كيقدروش يديروا بها الديبو، يعني ما كيقدروش يشحنوا بها الحسابات ديالهم. هذه ممكن تدير بها اي حاجه. الحاجه الثانيه اللي عجبتني في هاد لاكارت هادي هو انه يعني ممكن تمشي لاوروبا، تمشي لامريكا، تمشي لاستراليا، اي دوله مشيتي تيري بها، وهذه حاجه زوينه بزاف. كاينه حاجه واعره عاوتاني، هي بكارت وحده هي بهاد لاكارت ممكن انك تخرج منها من الصراف الالي، وممكن انك يعني تخرج بها من اي كيشي. خاش كنعرفوا حنايا انه في يعني لي بنك المغربيه انه فاش كدير واحد لاكارت كتكون وهميه ديال الانترنت، كيعطيوك معاه واحد الحساب ديال الاكونت ديالك، يعني مثلا هو اللي كتخرج منه الفلوس. هذه لا، هذه غير هي بوحدها دير بها الانترنت، دير بها لي زاشات، دير بها اي حاجه. كي غتشطات لاكارت هذه، هاد لاكارت تمشي لاقرب وكاله فراي يعني لا بنك دي بي ام سي او قريبه لداركم، وانت تقول بغيت ندير كارت جولد، غادي تفتح حساب. غير هو خاص تكون عندك واحد الكابيتال بالضبط، ممكن تعقل، ولكن خاص تكون عندك واحد المبلغ في الحساب ديالك. وإلا كنتي جديد يلا غتفتح الحساب حط واحد الفلوس تدارسيهم. لحقاش هاد لاكارت هادي باش تعرفوا كتخلص عليها 400 درهم في العام، ولكن صراحة ديك 400 درهم في العام اللي كتخلص عليها مقارنة بهاد الحوايج اللي كدير قليلة. يعني فريمون كننصحكم الناس اللي يعني قادرين يعطيو ديك 400 درهم في العام، ننصحكم بالجولد. انا ما كندير لا دعايه الاول، ولكن ننصحكم بالجولد، زوينه وعجبتني بروفيسيونيل. وبصراحه بهاد لاكارت وبدون مبالغه تستحق التجربه، تستحق التجربه. ويعني فاش غادي تخدم بها في الانترنت وغادي يعني اي موقع دخلتي له غتخدم فيها وغتيري منها الفلوس عاد تزيد تعجبك. الى هنا نكونوا سالينا هذه الحلقه هذه. كيف ما قلت لكم ما تنساوش لايك وما تنساوش سبسكرايب باش توصلوا بالجديد دائما ان شاء الله، وفعلوا الجرس. الى هنا نكون قد انتهينا، والى حلقه قادمه ان شاء الله.